مشاهد الفرح والرقص والموسيقى هذه خلال يوم مفتوح نظمته جامعة يو سي إي -E استياء ما يعرف بالبيئة الحاضنة لحزب الله في مدينة النبطية. هذه البيئة عبرت على مواقع التواصل عن رفضها لثقافة الحياة، فكتب أحد مناصري الحزب على صفحته: عندما تتحول أشرف وأطهر بقعة في جبل الصمود والمقاومة جبل عامل إلى أرض يسرح ويمرح بها عبادة الشياطين. الاستياء من حفل جامعي عنوانه الفرح عكسه أيضا موقع جنوبنا الذي نشر مقال بعنوان جامعة اي إيو سي إي ومما جاء فيه هناك أيضا من يسأل هل باتت سياسة الترغيب على هذا الشكل لجذب الطلاب بعيدا عن كل هذا يقول شاهد عيان إن بعض الطلاب اشتروا مشروبات روحية وشربوها ثم دخلوا هذه الحملة على الجامعة دفاعا عن مدينة الشهداء كما وصفها مناصرو حزب الله قابلتها حملة مضادة عنوانها النبطية ليست إمارة وتحت هذا الهاشتاج الذي انتشر على الفيسبوك عبر الكثير من شباب النبطية والجنوب عن رفضهم للحملات المنظمة ضد الفرح والحياة فكتبوا ثقافتنا ثقافة فرح شو بشع الحياة دون موسيقى رأس. الفرح بطول العمر ونحن شعب ما بيموت الموسيقى نمط حياة وغيرها من التعليقات الرافضه لمحاولات حزب الله وجمهوره فرض ثقافه معينه على اهالي الجنوب الذين رغم كل ما مروا به من حروب واحتلال لا يزالون يحبون الحياه والموسيقى والفرح